رانيا يوسف تواصل تصريحاتها الصادمة. عندي مؤخرة مميزة شيء يسعدني بسبب حديثي عن مؤخرتها. نقيب المهنة التمثيلية يعلق على فيديو رانيا يوسف. رانيا يوسف تدافع عن جراءتها. مؤخرتي مميزة. سؤال محرج من المثير لرانيا يوسف ورد صادم منها. أول تعليق من أشرف زكي على تصريحات رانيا يوسف المثير للجدل. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو غير راضين عن تصرفات رانيا يوسف ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد غير راضين عن تصرفات رانيا يوسف. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. بسبب حديثي عن مؤخرتها، نقيب المهنة التمثيلية يعلق على فيديو رانيا يوسف. قال نقيب المهنة التمثيلية الفنان أشرف زكي أن أعضاء مجلس النقابة سوف يجتمعون غدا بسبب حالة الجدل التي أثارتها الفنانة رانيا يوسف بعد البرومو الخاص بحلقتها بإحدى القنوات العراقية الذي جاء فيه تصريح جريح حول مؤخرتها. وكشف زكي خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم، هناك اجتماع غدا لمجلس إدارة النقابة ويتم الرد على كل ما أثير خلال الفترة الماضية غدا. يذكر أن الفنانة رانيا يوسف قامت بحذف البرومو الخاص بحلقتها من جميع الصفحات الرسمية الخاصة بها بسبب تعرضها لهجوم كبير من جمهورها بسبب ردها على المذيع العراقي، ونالت الكثير من السباب والشتائم بسبب حديثها. رانيا يوسف تواصل تصريحاتها الصادمة. عندي مؤخرة مميزة شيء يسعدني. قالت النجمة رانيا يوسف ان الضجة التي اثرتها بسبب تصريحاتها النارية الاخيرة لا داعي للقلق منها، هو شيء عادي، وتلك التصريحات ما هي الا ردود حقيقية على الاسئلة التي وجهها لها المذيع العراقي نزار الفارس، وهو بالمناسبة شخص وضيع ولطيف ومهذب للغاية، مشيرة الى انها تطالب الجمهور بمتابعة الحلقة حتى يتمكنوا من معرفة الحقيقة عن موضوع المؤخرة التي صرحت به، خاصة ان هناك العديد من التصريحات المهمة، وهو ان هناك ذكور عدة ولكن الرجال قليلون. واوضحت رانيا ان حديثه عن تميز مؤخرتها ما هو إلا كلام عادي، خاصة أنها تشارك في العديد من الحفلات والإفنتات التي تتطلب أن تكون فساتينها مميزة ومختلفة عن المعتاد، لافتة إلى أن الحلقة ستوضح قصدها من موضوع مؤخرة الفنانات، مؤكدة أنها مش فاضية للكلام الفارغ، فهي مشغولة حاليا بالعديد من الأعمال، فضلا أنها مشغولة بتربية بناتها وعائلتها ومنزلها. وتابعت رانيا أن اختيار المقطع الحلقة التي يخص المؤخرة هو سبب من أساليب الدعاية وطريقة سائدة عندما تتضمن الحلقة تصريحات جريئة، مشيرة إلى أن تصريحات المؤخرة كانت دعابة بيني وبين المذيع نزار. الحقيقة أن ما حدث يبسطني. وتصدرت رانيا يوسف الأيام الماضية محركات البحث بسبب تصريحاتها الأخيرة عن تميز مؤخرتها بحسب قولها في أحد اللقاءات التلفزيونية، وهو ما دفع بعض رواد السوشيال ميديا لمهاجمتها بضراوة، بالإضافة لمهاجمة بعض الفنانين، حيث قال الفنان حسن يوسف ما هو موقف نقابة الممثلين من تلك التصريحات، فيما أكد الفنان فاروق أنها تتعمد الإثارة. واكتفى طليقها والد بناتها المنتج محمد مختار بقوله مش عايز أعرف عنها حاجة، يشار إلى أن رانيا يوسف تشارك في بطولة مسلسل اللعبة 2 بطولة هشام ماجد وشيكو المقرر عرضه على أحد المنصات الفترة مقبلة. اشرف على كتابته فادي ابو السعود وسيناريو وحوار احمد سعد ومحمد صلاح خطاب وابراهيم صابر واخراج معتز التوني، وبطوله هشام ماجد وشيكو ومايك الساب واحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارف عبد الرسول وسامي مغاوري واوتاكا. بعد تصريحاتها الجريئة، رانيا يوسف قد تواجه عقوبة بالحبس 3 سنوات. لم تكتفي الفنان رانيا يوسف بإثارة الجدل في مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي بإطلالاتها الجريئة، بل واصلت الفنانة الإثارة وهذه المرة عبر تصريحاتها الأخيرة مع المذيع العراقي نزار الفارس في برومو من لقائها التلفزيوني لبرنامج مع الفارس والذي يعرض على إحدى القنوات العراقية يوم 1 يناير 2021. نشرت الفنانة البرومو عبر صفحتها على فيسبوك، حيث تحدثت مع المذيع العراقي عن سبب إطلالتها المثيرة للجدل في حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتها 42 وارتدائها فستانا ابيضا شفافا ابرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها مؤخرتي مميزه تشعل الجدل. اثار تصريح رانيا يوسف الجريء الجدل بين رواد السوشيال ميديا، حيث راه البعض تحريضا واضحا على الفسق والفجور، مطالبين بمحاسبته على مثل هذه التصريحات. بدوره اعلن المحامي نبيه الوحش تقدمه و65 محاميا اخرين ببلاغ للنائب العام ضد الفنان رانيا يوسف باعتبارها تحرض على الفسق والفجور على حد وصفه. عقوبه التحريض على الفسق في حال ثبوت هذه التهم على الفنان رانيا يوسف ستواجه الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961. وتنص هذه المادة على كل من يحرض شخصا ذكرا أو كان أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه واستدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه.
عاجل. فيفي عبده تدخل في غيبوبة. أوضحت الفنانة عزة مجاهد أن والدتها فيفي عبده تعرضت لأزمة خلال الأيام الماضية تتعلق بالتهابات في أعصاب القدمين بحسب صحيفة الوطن المصرية. وتابعت مجاهد أنه بسبب الأزمة الصحية لوالدتها واجهت صعوبة شديدة في الحركة، مشيرة إلى أنها لا تخرج من المنزل بسبب استمرار خضوعها للعلاج. وأكدت ابنة فيفي عبده أن والدتها تشهد تحسنا كبيرا في حالتها الصحية بالوقت الحالي. وكان مصدر مقرب من الفنانة والراقصة الاستعراضية المصرية فيفي عبده عن تعرضها لانتكاسة أدت إلى دخولها في غيبوبة فجر أمس السبت. وقال المصدر أن فيفي عبده بذلت مجهودا كبيرا بعد أن طلبت من الأطباء المعالجين لها زيادة جرعات المهدئات حتى تتمكن من تسجيل مقطع صوتي توجهه لجمهورها. وأكد بأن تداول الأخبار حول نقل الراقصة الاستعراضية المصرية للمستشفى خلال الأيام الماضية كان وراء إصرارها على الأطباء بمضاعفة مسكنات الآلام التي تعاني منها وتسببت بفقدانها القدرة على الحركة اليومين الماضيين بهدف طمأنة الجمهور رغم خطورة ذلك على حياتها كما أكد الأطباء. وكانت فيفي عبده قد أكدت أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت. والصورة المنشورة على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي. بعد أزمتها الصحية فيفي عبده في صورة مثيرة تحدث جدلا على انستغرام. تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنانة فيفي عبده ظهرت فيها مع الفنانة هنا شيحة والإعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها فيفي عبده. وظهرت فيفي عبده في الصورة بفستان خفيف وقصير باللون الأصفر لتثير تساؤل كثير حول الوعكة الصحية التي تعرضت لها، لكن حقيقة الصورة المتداولة تعود إلى الصيف الماضي. من جانب آخر نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تظهر فيه من غرفتها وتوجه رسالة تطمن بها متابعيها على حالتها الصحية وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرا حول حالتها الصحية التي روجت إلى وفاتها أيضا. وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا بطمنكم علي أنا بخير الحمد لله، كلامي بيقولوا عليه ذا كذب، منهم لله وأكتفي بهذا القدر. جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها منذ تعرضها لوعكة صحية والشائعات التي انتشرت مؤخرا حول وفاتها. ونشرت فيفي عبده على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام صورا مستخدمة فيها مؤثرات أظهرت وجهها بشكل كبير تداعب جمهورها قائلة: هي دي النفخ الكذابة. وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده اجتاحت عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تزامنا مع انتشار اخبار مرضها. وخرجت فيفي عبده قبل ساعات قليلة بفيديو بنفسها تتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة: اشتطع 3 فلات من مصر ام الدنيا، عاوز اقول لكم اي سوير اي لاف يو. ليكون ذلك ردا قاطعا على الشائعات التي انتشرت مؤخرا. ياتي ذلك بعدما اكدت فيفي عبده انها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض ان تعلن ذلك، مشيرة الى انها عندما تحسنت صحتها اعلنت. والصورة المنتشرة على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب تصريحات راني يوسف المثير للجدل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.